متتبعين قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود إلى التحالفات الحزبية على مستوى مدينة الدار البيضاء. كما تتعرفوا بأن الآن حزب الاستقلال، التجمع الوطني الأحرار وحزب الأسرى والمعاصرة داروا واحد اتفاق ثلاثي من أجل حسم في المجالس الثلاث في مدينة الدار البيضاء، الجهة العمالة والمدينة. ولكن بقى النقاش والجدل حول مجموعة من المجالس المقاطعات على صعيد مدينة الدار البيضاء. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السيد حسن القفيش، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وعضو مجلس مقاطعة بن مسيك. السي حسن مرحبا بك. شكرا السي أحمد مستوى، شكرا لموقع أنفاس، تحياتي للجميع. سي حسن، كما قلت ان تم الحسم تقريبا في المجالس الكبرى مدينة الدار البيضاء، العماله، المدينه والجهه، ولكن باقي النقاش وشد لي نقطع عليك على مستوى المقاطعات، علاش تقريبا؟ اذا دائما المجالس الكبرى تتاثر على المجالس الصغرى، اي مجلس المدينه هو هي اللي يمكن تاخذ منها بزاف الحوايج وعليها تدار المقاطعه. لان المقاطعه تبقى هي الاخرى، اذا مجلس المدينه. ملي دابا كاين ثلاث احزاب، ما كاينش اكثر، كاين الاحزاب القويه هي حزب الاستقلال والاسر المعاصره والتجمع المحرر. اذا اوتوماتيكيا ملي تيقسموا ثلاثه ديال المجالس، اي مجلس العماله، مجلس المدينه ومجلس الجهه، اذا اوتوماتيكيا هذا الشيء تاثر على المقاطعات. المقاطعه فيها واحد المجموعه ديال المنتخبين واللي فيها الاحزاب الكبرى وفيها الصغرى، اذا اوتوماتيكيا كما تيمشي مجلس المدينه غالبا تاثر على المقاطعات. يعني تيكون نفس التحالف اللي كيف مجلس المدينه هو تيكون تقريبا ممكن تيكون واخا تكون عند الاغلبيه مثلا في بمسيك يمكن تنزل لواحد عنده اقليه، لان انا اوتوماتيكيا دخلت في اتفاقيه مع في المجالس الثلاث. وعلاش باقي ما تمش الحسم في المقاطعات الصوره هذه؟ خاصه القضيه هي اوتوماتيكيا تقريبا كاين واحد 60 و70% الحسم. اذا الناس تتسنى النتيجه اللي غتكون في المدينه هي تاثر على المقاطعه، اللي ما كاينش انا ندير المقاطعه وانا باقي عندي تما لتحت، باقي عندي مشكل في المدينه. المفروض ان الاحزاب الكبرى اللي نجحت تيكون عندها يعني داخل الانتخابات، داخل الاستحقاقات، المفروض ان يكون عندها واحد الاسم ولا اسمين اللي غترشحهم في الانتخابات. العكس هو اللي قاينا دابا، حنا تا نجحوا في الانتخابات عاد قال اسمه فلان 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 فلان. انا تنقول لك مثلا في 2016 العدد التنمية ضد تقريبا 15 مقاطعه من اصل 16. ولكن نزلت لثلاث المجالس مثلا في عين السباع وفي انفون وفي مير سلطان، نزلت حبيا ولو عندهم الاغلبيه. نعطيك مثلا دابا العدد التنميه مثلا في عين السباع عندها 18 مقعد والاحرى عندها 9، نزلت بحكم اتفاقيات عندها التاثير حتى على المستوى الحكومي. اذا الشيء اللي وقع دابا هنايا لابد مثلا عندنا اربعه المقاعد، يمكن حزب اخر اكثر مني عنده 10 مثلا، ولكن كما انا ضحيت معك مثلا في المدينه كحزب يمكن تضحي معايا في المقاطعه باش يكون حتى واحد المجال التوازن. اما بالنسبه لمجلس المدينه كما غتعامل مع جوج المقاطعات بحال بحال، ما غاديش يكون في الوقت اللي كنت السي حسن القفيش كان عضو مجلس مدينه الدار البيضاء في فتره 2009 2003 2015، ولكن في 2015 2021 بعدت شويه لان ما الاستحقاقات والنتائج الاستحقاقات تاع 2015 ما كانتش معك. في العهد ديالكم انتم كانت المقاطعات عندها المنحه قليله، ولكن في العهد تاع التجربه تاع دوله التنميه ضعفت المنحه بشكل صاروخي. يعني تتشوف واش المقاطعات الان عندها واحد الحمل ثقيل من اجل يعني تفعيل هذيك سياسه القرب بشكل اللي تنتظروا المواطنين؟ اولا في 2003 حتى 2009 يلاه بداوا القوانين. حنا نعطيك مثلا مقاطعه المسيك عندها 300 مليون من العار، شنو غدير بها؟ سيدي بليوت كان عندها 18 مليار ديال الفايض ملي كانت بلديه، من بعد من بعد تيعطيوها 500 مليون، شنو غدير بها؟ 2009 يلاه حنا كملنا، من جينا 2015 عاود زادت واحد تقريبا واحد 300 مليون، ولكن 2016 لهنا 2015 لهنا ولات كل مقاطعه عندها 2 مليار. اذا اللي ما بغاش يخدم هذه فرصه تعطات الاخوان ديال عدو التنميه اللي يعني تشوف ان عدو التنميه ضيعوا الفرصه. لا يمكن ضيعوا فرصه ولا ما عرفش يتصرفوا فيها، انا ما خاصني نقول لك، ولكن هذا المال العام كيفاش تصرفوا فيه، واش غيتحاسبوا ولا ما يتحاسبوا، هذا كلام اخر. ولكن على الاقل كانت فرصه ديال 15 ديال كل مقاطعه عندها 2 مليار، اذا واش خدمات؟ راه غادي يبان على ارض الواقع، ما خدمتش راه يبان على ارض الواقع. اما قبل انا ما نحكمش، لان كانت السوريه كانت قليله، دابا الحمد لله كاين كل شيء، وحتى دابا اللي بغى يخدم راه الفلوس الحمد لله راه موجوده، راه كل شيء كاين، الانسان خصو يخدم في اطار القانون، وراه ما غاديش يلقى شي مشكل، لان الناس تتسنى. تعادلوا التنميه كانت عندهم واحد الفرصه من غير الارتفاع تاع المنحه تاع المقاطعات، هذيك الاريحيه على مستوى المجلس، اغلبيه مريحه، ما كانش عندهم صداع اللي كان عند ساجد، ما كانش الحساب الاداري. هذاك هو اللي خلق المشكل لعدد التنميه، لان المعارضه هي اللي تطعم
لا أغلبية. تتقوم ملي ما تكونش عندك انتقادات وساجي تستافد شيء كثير من المعارضة. تم الناس اللي كان قرب ليه كان تيعارضوا ساجيد واستافدوا من ذاك الخط، واللي ما تيتصنش المعارضة وما تيستافدش من العكس ديالو هذاك ما عمره يزل قدام. انت دابا تجي الصباح تلقى راسك الدنيا هانية، ما كاين مشاكل ما والو، القاضي العام كامل تغادي بحال هكاك، اذا ما يمكنش تزيد. ولكن انت نجي نضقدك وتعطيك انا العيوب ديالك تتستافد منها الا بغيتي فعلا تزيد قدام. ولكن هذا خطط طاحوا فيه الاخوان ديال عدو التنميه، لقاو كل شيء بخير عندهم 74 تجي ديك ديك المعارضه ولا طالع عليها الدم ما تبغيش كاع تجي. ماشي انا نقولش معارضه، نقول اقليه، لان المعارضه هي تجي تلبي الدور ديالك. تجي انت كمعارضه نجي ونحضر وخصنا بالعربيه نفرض راسي بين حين في يدي المعارضه. اما هما دوك الناس جاو تيسيروا ناعسين وانا معارضه ما تنجيش، شكون الضحيه؟ هي السكنه ديال مدينه الدار البيضاء. وما تتشوفش بان المجلس الحالي اللي كاين دابا يقدر يكون عنده معارضه قويه ولا ما تكونش عنده معارضه قويه؟ ما نظنش ولكن يا ريت تكون عنده معارضه قويه. لان المعارضه القويه غادي تستافدوا منها شي كثير. اما دابا التحالفات اللي كاين دابا ما يمكنش لي انا نتحالف معك في الجهه وتتحالف معي في مجلس المدينه والعكس صحيح، نعارضك. اذا ما خصني نكون معك، ولكن نتمنى الاخوان اللي غادي يكونوا خارجين اللعبه يكونوا على الاقل يجيو بوجو برامج وينتقدوا، حتى ولو يكون انا واحد منهم. خصنا في العهد المجلس ديالكم كانت هذيك نقاط النظام، كان واخا الانسان دابا مثلا تينتمي للحزب الاغلبي ولا الحزب اللي تيسير تيقدر ياخذ نقطه النظام يتناقش وكذا. في النظام الداخلي تاع المجلس العام السابق نقاط النظام اختفات من دوره المجلس، ما تتشوفش بان ترجع في الحله الجديده؟ هو في الحقيقه واحد الخطر ارتكبوه الاخوان، ما غاديش نقول لك ديال المعارض ديال العدو التمكن، الاخوان الاخرين ارتكبوه ملي شدوا القانون الداخلي صغروه وتيقول لك ما خصكش تفوت خمس دقائق. انا كمثيل ديال الساكنه ما تبقاش تقول لي خمس، انا خصني نرجع برا الموقف ديالي. ولكن الاخوان كانوا غالطين، تسحب راسهم غادي يحكموا. ولا هما راه العدو التمكن صح حكمات تتسير وتنجي انا تنصوب لك تنقول لك الله يخليك بحيث تنساندهم. انت نقول بالعكس خصني نكون ضد القانون الداخلي، انا تندير ماشي هما تيديرني. انا خصني نجز القانون الداخلي، لا خلي الناس تعبر الموقف ديالها. ساجيد حنا في 2003 تنبان لكم من 9 الصباح حتى 4 ديال الليل الاخرى. وتيقدر الاخوان ديال الاتحاد الشراكه ديك الساعه كانوا هما الحبس السيقل واحد العدد الاخوان اللي هما بالحقيقه من العام ما يكونوش في المجالس بحكم التجربه في المحلي، كانت تشد الكلمه ساعه ونص. وتجي دابا انت تقول لي في القانون الداخلي ما خصكش تفوت خمس دقائق، اذا شنو تضرب؟ تضرب مصداقيه. نقاش دابا مثلا نعطيك على مستوى البرلمان، دابا البرلمان دابا كاين هادشي، ولكن على الاقل خصك تعطي الحريه. انا شنو ندير انا كامل؟ انا عندي 4 دورات في العام وتجي لي تقول لي ما تفوتش خمس دقائق. هذا من العار، هذا هو اللي ضرب الدار البيضاء وضرب السياسه وضرب كل. ولكن البعض قال لك بان هادشي هو تنظيم دورات المجلس ولا دورات المجلس تدوز بواحد الطريقه مزيانه. الناس بعد الناس طويله، بعد الناس اللي تيفهموا بزاف تيقول لك انا في بريطانيا خمسه، انا بريطانيا ما نديرش، انا الدوله العظمى اللي عنده واحد التاريخ ديال واحد ما عرفتش شحال من قرون في الديمقراطيه تجي. انا حنا باقيين تنتعلموا باقيين غادي منه. يستحيل تقول لي خمس دقائق. انا سيدي خصني نجي جايب مشاكل تتهم مدينه الدار البيضاء، ماشي بالمسيك ولا شي قنت. خصني نجي نعبر الموقف ديالي، ولكن بحال ماشي نجي نشد التليفون نبقى نتفرج. انا خصني نجي نعبر الموقف ديالي، خصني ندخل وخصني نخرج انا وخصني نحرج الرئيس ونحرج المكتب باش ملي يخرجوا من تما من ذاك الدوره يمشي يجمع راسه. يعني الدار البيضاء في حاجه الى معارضه قويه كما بغا يكون، ولا يكون من الاغلبيه. على الاقل يكون تقدر تكون معارضه بناءه ولا تكون معارضه على الاقل من اجل تنبيه الرئيس ومن معه، او لا غادي نعاود نطيحهم في نفس الفخ اللي طحنا فيه. حنا الدار ما بقاش بقى واقفه، بقيت الدار خاصها تزيد قدام. حنا درنا واحد العدد المشاريع دابا باقا دابا غادا علاش توقف؟ حنا الترام خصو يكون 21 كملنا. ما يبقاش يضرب حنا الله تنعطر دابا الدار محفره في كل قنت. المشاكل وقعت في الناس كلشي طالع عليه الدم، اش نتسناو دابا حنا؟ اذا اش درنا؟ نعاود نجيو حنا نبقاو نضربوا بعضياتنا ندوزوا 60 سنه نعاود نخليو السكنه ديال الدار تفرج؟ ما يمكنش. والعمده الدار البيضاء البعض تيقول بان عمده الدار البيضاء الجديد غتكون يعني الحمل ثقيل عليه. لا انا بحكم الناس اللي غادي يكون تنظن تنعرفه وعندي علاقه به مزيان، تنظن ما تنتسناوش العمده ولا غيدير كل شيء. لان كاين كاين عمده وكاين من معاه، عنده 10 ديال النواب. كل واحد على حيده خصو ياخذ ملف من الملفات، وثم اغلبيه ديال المشاريع المشاكل ديال الدار البيضاء اي البرامج ديال الدار البيضاء راه عند 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 عند, عند, عند الشركات. الشركات ديال التفويض، كاين التفويض عند الشركات بحال ليديك بحال الى اخره. اذا انا خصني غير نراقب، وحنا الدور ديالنا حنا خصنا نراقب الشركات اللي في الحقيقه النظافه راه كارثه. واحد العدد ديال المشاريع اللي كيوقف الدار البيضاء الدور ديالنا هذا، الرئيس النائب الرئيس اللي مكلف بالملفات خصنا هو يجمع ديك اللجنه يقول لك الله يخليك عطيونا، ويجيب هذاك المسؤول ونناقشوا معاه نقولوا الدار البيضاء فين وصلت.
في الماء ولا في الكهرباء ولا في النظافه ولا في الاغراس ولا ولا ولا, ولا في عدد الحوايج. ما نجيش حنا عند الكبير نقولوا عندنا مشكل في النظافه، ما يمكنش هذا، خص مابقاش تقدر دار من العار صافي مابقاش. حنا كنا في بلديه في الدار مثلا بمشيك عندنا 25 شاحنه ديال النظافه، تنبقاو نضرو حنا كمنتخبين مع دوك العمال حتى لواحد جوج الليل دابا مابقاتش مابقاش ولكن على الاقل الشركه ما عطاتش هذه الفرصه تقول لك الحجاج حتى العيد كيديروا الاضراب. هذه ماشي شي سؤال، اي درت اضراب تحمل مسؤوليتها، ما تهرش معايا دابا سير تخدم، انا تنعطيك عندي واحد اتفاقيه ما تنخلصك حتى خصك دير الواجب ديالك او نمسخ معك العقد. والمصيبه الكبيره هي العقد ما تدارش في الدار البيضاء، ديما تدار في فرنسا في شي كونترو ملي ترجع تتفرجوا فيه بحال واحد واحد قلنا اللي معطونا الملف ديال العقد ديال ديال ليديك جابوا لنا فيه 440 بوند. واش انا واش انا صفحه ماشي بوند صفحه كلمه تعرفش الفرنسيه كاين انت غادك باش باش ترجم شي حاجه عندك مشكل. انا عطوا السيد غادي يترجم لنا قد القد بقينا واقفين. هذا واحد النوع ديال العراقيل. الدار البيضاء تخدم، اي نائب خدا شي مسؤوليه بعد الرئيس تيخصو يتحمل الملف ديالو في هذيك المسؤوليه او اللي حط الساروت ويبعد من الساكنه ديال الدار البيضاء يقول لك انا ما قديتش باش شد انت وتمشي لفرنسا وتمشي لكونتخور وتخلي الساكنه تعاني. هذا من العرب. شي حسن شكرا جزيلا على الله يبارك فيك. مرحبا بك مره اخرى متتبعي قناه فاسبريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.